correct according to each of the bosses. كل المسارات اللي ماشية دي x y z respectively بالتتابع، يعني بنمشي مين x مين y مين z. طيب احنا عارفين دي مادام cytotoxic T cells يبقى كين مين اللي بيحفزها؟ السيتوكاينز. مين اللي بيطلع السيتوكاينز؟ T helper. طبعا ال B cells دي بتطلع antibodies، السيتوتوكسيك T cells بتطلع perforin و lymphatic toxins. طيب X مسار X، أول ما ألاقي cytotoxic T cells يبقى cellular immunity. طيب يبقى دي cellular immunity. Y antibodies يبقى humoral immunity. طيب مادة زي عبارة عن إيه؟ cytokines ولا interleukins اللي بتحفز cytotoxic T cells هي cytokines. نشوفها في الرسم مع بعض. زي ما شايفينها كده الماكروفيج بيدخل الباثوجين، بتعرضه على سطحها، بترتبط بيه التي هيلبر بالانتيجين ام اتش سي كومبلكس اللي بتطلع هنا سايتوتوكسيك. ادي الاكتيفيتد، بتحول لاكتيفيتد، بتنشط، بتطلع السايتوكاينز، بتنشط السايتوتوكسيك تي سيلز، ترتبط بالسي دي 8 ريسبتور بتاعها، بتطلع البيرفورين والليمفاتيك توكسينز، وفي نفس الوقت بتنشط البي سيلز، بتنشط الماكروفيجز والناتشرال كيلرز. شوفها في الرسمة التانية. زي ما شايفين كده هنا السيتوكاينز بتشتغل بتنشط البي سيلز، نحصل لها ديفرنشيشن لميموري بي سيلز وبلازما بي سيلز، طلع انتي بودز، ناتشرال كيلرز، سيتوتوكسيك تي سيلز، ماكروفيجز. يبقى اللي عندنا هنا بتشتغل سيتوتوكسيك تي سيلز وتنشط البي سيلز هي السيتوكاينز. The following figure illustrates some immune response. Study them then determine. CD8 inhibition. مين اللي كانت الريسبتور بتاعها اسمه CD8 وبتعمل inhibition؟ T suppressor. CD4 T helper. D macrophages. Which of the following considered part of humoral immunity with cellular immunity together؟ مين جزء من الهيومورال والسيلولار immunity؟ طبعا التي سبريسور دي بعد ما بقضي على الميكروب، يعني بعد نهاية السيلولار، يبقى دي غلط. الماكروفيجس، ايوه طبعا هي مشتركة في الهيومورال والسيلولار immunity. تي هيلبر طبعا، شوفها مع بعض في الرسمة. يبقى هنا الماكروفيجس لما بتشوف الباثوجين مسبب المرض، هنا الماكروفيجس شافت الباثوجين مسبب المرض، بلعته باللايزوسومز، فككته وارتبط الاجزاء دي بالام اتش سي اهي، عمل مولكيول اوف انتيجين ام اتش سي كومبلكس، ارتبطت بالسي دي 4 تي هيلبر، اتحولت لاكتيفيتد هيلبر تي سيلز. هنا السيتوكاينز اتنشطت، تنشيط لمين؟ لسيتوتوكسيك تي سيلز. هنا الريسبتور بتاعتها سي دي 8، طلعت لي بيرفورين بيخرم الغشاء هنا بتاعت الخليه المصابه، والليمفاتيك توكسينز بتشتغل على النيوكليوس اهي، تبقى فري وتطلع لي الخليه اللي هي المصابه، خلاص ايه مزقناها. التي سيلز كانت بتشتغل على الكانسر سيل، ترانسبلانتد اورجان، والسيل انفكتد ويز ذا فايروس. كمان السيتوكاينز كان بينشط الناتشرال كيلرز، كان بينشط البي ليمفوسايتس، و تي سي سيتوتوكسيك تي سيلز والماكروفيجز. 78. The following diagram shows a relation among different types of lymphocytes. دي مجموعة من الليمفوسايتس، الأرقام من 8 ل 11 دي secreted substance، يعني 8 و 9 و 10 و 11 secreted substance. طب نمشي مع بعض. هنا 1 مرتبطة ب 2 ادتني 3، في مادة 8 4 ادتني 9. في هنا حاجة بتطلع لي انزيمز، الوحيدة اللي أنا خدتها في الليمفوسايتس بتطلع لي انزيمز هي الناتشرال كيلر.
يبقى هدور على natural killer 6. نبتدي بقى نشوف ايه اللي حصل. 5 دي بي سيلز بتنتج لي انتي بوديز، 7 سايتوتوكسيك تي سيلز بتطلع لي بيرفورين والليمفاتيك توكسينز. Lymphatic toxins. One, the phagocytes. احنا عارفين ان الفاجوسايتس بتبلع الانتيجين وتفككه بواسطة اللايزوسومز وتعرضه لي بره بعد ما يرتبط بال MHC بروتين، تكون لي MHC بروتين كومبلكس. مين اللي هتشوفه؟ ال T helper. هتطلع interleukin. الانترليوكين هنا هتبقى اكتيفيتد تي هيلبر. هتطلع لي ايه الماده اللي بتشتغل في كذا حاجه هنا؟ السيتوكاينز. احنا عارفين ان السيتوكاينز بتنشط الناتشورال كيلرز تو اتاك ذا ابنورمال بودي سيلز لايك الكانسر سيل او السيلز انفكتد باي باثوجين. بتحفز الماكروفيجز والسيتوتوكسيك تي سيلز وبتحفز البي لينفوسايتس. يبقى احنا هنا في السؤال بنسهل على نفسنا، الوحيده اللي خدناها في الليمفوسايت بتطلع انزيم هي الناتشورال كيلرز. Which of the following cells whose action not affected by suppressor T cells؟ احنا عارفين ان T suppressor خلاص بعد ما احنا عملنا قضينا على الباثوجين وقضينا على الميكروب ده تبتدي تطلع ال T suppressor. طلع لي الليمفوكاينز. ال T suppressor بتعمل inhibition لمين؟ inhibition لل B cells وال T cells T helper و T site و cytotoxic T cells. طيب هل هي بتحبط الماكروفيجز؟ لا، الماكروفيجز مش بتتأثر بال T suppressor. احنا قلنا هي بتوقف انتاج الانتيبوديز بالبلازما B cells وبتعمل ديس للاكتيفيتد helper T cells و cytotoxic T cells. يبقى بتعمل inhibition لل B cells اه، على helper اه، على cytotoxic T cells، لكن ملهاش دعوه بالماكروفيجز. Which of the following doesn't affect، مش بيأثر على permeability of cell membrane، نفاذية السيل ميمبرين. نمشي واحدة واحدة. انسولين، احنا قلنا الانسولين بيدخل الجلوكوز بيعدي من الممبرين، يبقى ده بيعدي هنا بيأثر. الاستايلكولين كان بيدخل الصوديوم inside the cell. هيستامين طبعا كان بيأثر على permeability، بيزود permeability of blood vessels. الليمفاتيك توكسينز ما كانتش بتشتغل على الممبرين، الليمفاتيك توكسينز كانت بتشتغل على نيوكليس. Activate certain genes in the nucleus of the infected cells. تعمل destruction of the cell nucleus and the death بتاعتها، يعني مش بتأثر على الممبرين. The following figure illustrates the action mechanism of an immune cell. خلية مناعية. CD8، مين اللي كان عندي بيشتغل في CD8؟ Cytotoxic T cells و T suppressor. بس انا هنا ما عملتش انهيبيشن للخلايا المناعيه، يبقى مش تي سبريسور، يبقى سايتوتوكسيك تي سيلز. طب السايتوتوكسيك تي سيلز كانت بتشتغل ازاي؟ كانت بتطلع يا اما بيرفورين او ليمفاتيك توكسينز. البيرفورين كان بيعمل ايه؟ بيثقب الغشاء، بيعمل بيرفورين للممبرين بتاع الفورين بودز. احنا قلنا السيتوتوكسيك تي سيلز كانت بتشتغل يا اما على الكانسر سيل ترانسبلانتد اورجان او السيل انفكتد ويز فايروس. يبقى البيرفورين بيثقب الممبرين بتاعتها. الليمف توكسينز الليمفاتيك توكسينز بتشتغل على النيوكليس. طب انا هنا ايه؟ بخرم الممبرين. طيب نمشي واحده واحده. اكس دي سيتوتوكسيك تي سيلز، واي دي انفكتد سيل باي ذا فايروس، زي بيرفورين. طب نشوف ليه ما اخترناش natural killers؟ ما عندهاش CD8 والnatural killer بتطلع enzymes. B cells بتطلع antibodies. natural killer غلط. اللي احنا خدناها ان هي ليها receptor اسمه CD8 هي ال cytotoxic T cells. What are the chemical substances secreted by wall؟ الخلية المصابة بالفيروس، احنا قلنا دي خلية مصابة بالفيروس، بتطلع ايه؟ كانت بتطلع interferons.
قلنا الانترفيرونز، اول ما اسمع فيروس يبقى انترفيرونز، بيطلع من الخليه المصابه بالفيروس للخليه اللي جنبها عشان يحفزها تطلع انزيمز تمنع الريبليكيشن اوف ذا فيروس. What are the chemical substances whose formation is affected by the action of helper T cells directly؟ احنا قلنا الهيلبر T cells بتطلع ايه مباشرة؟ interleukins و cytokines. interleukins تمام، histamine لأ، histamine اصلا في second line. complements دي بتطلع بعد ما الانتيجين يتحد مع الانتيبوديز بتساعده ان هو يقضي على الباثوجين. chemokines مش بتطلع مباشرة بالT helper، اللي بيطلع مباشرة بالتي هيلبر انترليوكينز وسايتوكاينز. شوف شكلها بسرعة، هنا الاكتيفيتد هيلبر تي سيلز بتطلع انترليوكينز او سايتوكاينز دايركتلي مباشرة، يا اما انترليوكينز بتحفز الهيلبر تي سيلز تنقسم تديني كلون اوف اكتيفيتد هيلبر تي سيلز وميموري تي سيلز، او سايتوكاينز بتنشط السايتوتوكسيك تي سيلز، بتنشط الناتشورال كيلرز، بتنشط الماكروفيجز والبي سيلز. Which of the following doesn't have a common role؟ ملهاش دور مشترك. Humoral immunity و cellular immunity. Humoral immunity يعني ال immunity بالantibodies. Cellular immunity بالcells. T cells. مين اللي ملهاش دور مشترك؟ يعني كلهم ليهم دور مشترك ما عدا واحد. ماكروفيجز ليها دور مشترك، احنا عارفين ان البداية اصلا بتبتدي بالماكروفيجز، لما بتشوف الانتيجين بتبلعه وتفككه باللايزوسومز وتخليه يرتبط مع الام اتش سي وتعرضه بره بالام اتش سي انتيجين كومبلمنت، اللي بتشوفه الهيلبر تي سيلز، يا اما تشتغل الهيومورال اميونيتي تحفز البي سيلز تتحول بلازما بي سيلز تطلع انتي بوديز وميموري بي سيلز، او تشتغل ان هي في السيلولار اميونيتي طلع لنا انترليوكينز تشغل تديني ميموري تي سيلز وكلون اوف اكتيفيتد هيلبر تي سيلز، وسايتوكاينز تشتغل على السيتوتوكسيك تي سيلز، وسايتوكاينز بتحفز الناتشرال كيلر والماكروفيجز والبي سيلز. يبقى دول ليهم اللي هما الاثنين ليهم دور مشترك. هيلبر تي سيلز طبعا دي اساسيه، هي اللي بتحفز سواء الناحيه الهيمورال او السيلولار. سايتوتوكسيك تي سيلز لا، بتشتغل في السيلولار بس. Suppressor T cells inhibition دي ودي. Suppressor T cells بتعمل inhibition للB cells والT cells. The opposite graph illustrates the concentration of three types of T cells. يبقى عندي ثلاث أنواع من T cells. أنا عندي إيه أنواع T cells؟ T helper, cytotoxic T cells, suppressor T cells. In the blood of a person after the entry بعد دخول الباثوجين. طيب اول واحده كانت هتشتغل طبعا هي التي هيلبر، لان التي هيلبر هي اللي بتعمل اكتيفيت الاذر تايبس اوف تي سيلز اند ستيميليت ذيم تو دو اميون ريسبونس، وتحفز البي سيلز ان هي تكون الانتي بوديز. يبقى اول واحده اشتغلت هي التي هيلبر، وبعد ما اشتغلت طلعت لنا السيتوكاينز، لأن بعد ما حصل لها اكتيفيشن لما ارتبطت بالانتيجين ام اتش سي كومبلمنت طلعت لنا سايتوكاينز. سايتوكاينز حفزت السايتوتوكسيك تي سيلز ان هي تطلع بيرفورين وليمفاتيك توكسينز، يبقى اكيد واي دي تي سي. اخر واحده اشتغلت بعد ما قضينا على الميكروب هو زي تي سبريسور. خلاص احنا قضينا على الميكروب وقضينا على الباثوجين اللي بيسبب المرض، فبتطلع تي سبريسور بتطلع الليمفوكاينز بتعمل انهيبيشن للبي سيلز والتي سيلز والتي هيلبر والبي ليمفوسايت والسايتوتوكسيك تي سيلز. خلاص هنقول للجهاز المناعي احنا خلاص مش محتاجين، خلاص كده هدي الدنيا، خلاص احنا ايه عملنا، قضينا على الباثوجين اللي بسبب المرض. يبقى هتبقى الاجابه سي. What is the process؟ ايه العمليه ذات بريسيد تسبق مباشرة presenting أعرض الأنتيجين على السطح بتاع الماكروفيج. طب هو اللي بيحصل إيه بقى؟ إن الماكروفيجز هنا بتبلع الأنتيجين، بعد كده تعمل له digest عن طريق اللايزوسوم اللي هنا اللي جواها.
الليزوسوم هتخليه يرتبط بال MHC complex، وبعد كده تروح تعرضه على سطحه. طيب يبقى ايه العملية اللي بتسبق العرض؟ ان هو بيرتبط بالبروتين اللي هو MHC بروتين، يبقى binding of major with that. طب نمشي واحدة واحدة. engulfment، لا هي بلعته ولسه هتعمل له تهضمه باللايزوسوم انزيم ولسه ايه، يبقى دي لا. antigen disintegration، تكسير الانتيجين باللايزوسوم انزيمز، لا انا بعد ما بكسره بخليه يرتبط بالايه، بالبروتين اللي هو MHC. بعد ما بيرتبط بالبروتين بتبتدي تعرضه. recognition، تعرف الانتيجين باي تي هيلبر، لا دي العملية اللي بعد العرض. التي هيلبر لما تشوف الانتيجين موجود على الام اتش سي بروتين تبتدي تتعرف عليه عن طريق السي دي 4 بتاعتها، يبقى دي بعد مش قبل. which of the following is correct about cytotoxic T cells؟ نمشي واحدة واحدة. they are mature cell، هي خلية ناضجة، احنا عارفين كل تي لمفوسايت بيحصل لها maturation في السايموس جينات. activated في cellular immunity، ايوه هي بتنشط في cellular immunity لان الاكتيفيتد هيلبر تي سيلز بتطلع سايتوكاينز اللي بتنشط السايتوتوكسيك تي سيلز، ان هو يطلع البيرفورين والليمفاتيك توكسينز عشان نقضي على الترانسبلانتد اورجان سيل انفكتد وذ فيروس كانسر سيل. ماتيور سيل اكتيفيت في هيمورال اميونيتي، الهيمورال اميونيتي بيشتغل فيها البي سيلز بس. ام ماتيور سيل، لا هي ماتيور. The opposite figure illustrates the structure of a virus. ده تركيب فيروس. ايه الاستراكشر اللي البي سيل بتتعرف على الفيروس؟ احنا عارفين البي سيلز بتتعرف ازاي، عن طريق الانتيجين اللي موجود على سطح الفيروس. وقلنا البي بتبقى ايه، متخصصه، بتبقى كل بي متخصصه بانتيجين معين. هنا مين هنا؟ ايوه هو الانتيجين اللي موجود على السطح. هل عن طريق البروتين كود غلط، الار ان ايه بتاع الفيروس غلط، يبقى اكس اونلي. What are the cells which work in each of natural and acquired immunity؟ مين بتشتغل في natural والacquired؟ نمشي واحدة. macrophages و natural killer cells، ايوه هما الاثنين بيشتغلوا. شوفوا في الرسمة مع بعض ازاي بقى. الناتشورال كيلر احنا عارفين موجود في second line، يبقى بتشتغل في الناتشورال، والماكروفيجز بتشتغل برضو في الانفلاماتوري، بتروح تهجم على الباثوجين. وهنشوف هما الاثنين ازاي شغالين في الاكوارد، هنشوفها مع بعض. زي ما شايفين هنا في حاجات في السكند لاين، يعني ناتشورال انترفيرنس وناتشورال كيلرز. طيب الماكروفيجز شغاله هنا اهو، بتيجي في مكان الاصابه عشان تعمل انجلف للبكتيريا والدامج سيل. زي ما شايفين هنا الاكوايرد اميونيتي، هنا السيلولر اميونيتي. الاكتيفيتد هيلبر تي سيلز ريليز الانترليوكينز، بينشط التي هيلبر اللي بترتبط مع الانتيجين ام اتش سي كومبلكس، هتكوني ميموري تي سيل، تي هيلبر سيلز واكتيفيتد تي هيلبر سيلز، بتطلع السيتوكاينز، بيشتغل بيجذب الماكروفيجز وبينشط البي سيلز عشان تحول ميموري بي سيلز وبلازما بي سيلز تطلع انتي بوديز. ناتشورال كيلر اتاك الابنورمال بودي سيلز لايك الكانسر او سيل انفكتد ويز فيروس secreting enzymes، يا اما بتحفز السيتوتوكسيك تي سيلز بتتعرف على الفورين بوديز عن طريق السي دي 8 الموجود على السطح بتاعها، يا اما دي بتبقى ترانسبلانتد تيشوز او انتيجين بتاعت مايكروبس ترتبط بيها وبتفرز بيرفورين وليمفاتيك توكس وبتنشط الماكروفيجز. يعني اذا الماكروفيجز والناتشورال كيلرز موجودين فين؟ في السبيسيفيك اميونيتي او اكوايرد اميونيتي. يبقى هنا دول فعلا شغالين في natural والacquired immunity. mast cell شغالة بس في الانفلاميشن اللي هو second line في natural. mast cell قلنا شغالة في second line في natural بس. ال T cells بتشتغل في الacquired immunity بس. نبدأ مع بعض سؤال 89. by using the data in the following table answer. recognition stage، مرحلة التعرف، ده الانتيجين، دي ماكروفيج. هو مين اللي بيرتبط بالانتيجين؟ يا اما الماكروفيج يا اما البي سيل، بيبقى عندها ريسبتور بتتعرف على الانتيجين، والماكروفيج بتاخد الانتيجين وتفككه بواسطه اللايزوسومز
وتخليه يرتبط بال MHC وتعرضه وتعمل MHC antigen complex على السطح بتاعك. activation هنا الماكروفيج لما بيبقى عليه MHC بروتين كومبلكس مين اللي بينشط؟ التي هيلبر سيلز. التي هيلبر الاكتيفيتد هيلبر تي سيلز بتطلع انترليوكين بينشط البي سيلز. البي سيلز يعني حصل لها ديفيجن واكتيفيشن وديفرنشيشن هتطلع لي هنا دي ميموري بي سيلز اللي عليها انتي بوديز او بلازما بي سيلز. البلازما بي سيلز بتطلع لي انتي بوديز. شوف شكلها في الرسم كده. يبقى مين تو؟ تو هي البي سيلز. عرفناها منين؟ ان بتتميز هنا للميموري والبلازما بي سيلز اللي بتطلع لي انتي بوديز. مين فور؟ فور قلنا بتمثل التي هيلب. 6 بتمثل ايه؟ بتمثل البلازما بي سيلز. شوفها في الرسمه بسرعه. يبقى هنا الماكروفيج اتعرفت على الباثوجين فككته وخليته ارتبط بالام اتش سي عرضته على سطحها اتعرفت عليه الهيلبر تي سيلز عن طريق السي دي 4 اتحولت لاكتيفيتد هيلبر تي سيلز طلعت انترليوكينز حفزت البي سيلز يحصل لها ديفرنشيشن وديفيجن كلون اوف ميموري بي سيلز بلاقيها كده ماسكه بعضها وعليها انتي بوديز كده كلون اوف بلازما بي سيلز الكلون اوف بلازما بي سيلز بتطلع لي الانتي بوديز. يبقى هنا اللي بلاقيها مطلعه انتي بوديز هي البلازما بي سيلز. قلنا produce large amounts of antibodies circulate through the lymphatic vessels and blood stream to fight the infection تحارب الانفكشن. امال الميموري سيلز دي بتبقى موجوده من 20 ل 30 سنه عشان تتعرف على نفس الانتيجين لو رجع دخل تاني الجسم ديفايد بتنقسم وديفرنشيت انتو بلازما بي سيلز بلازما سيلز عشان تطلع لي انتي بوديز. A child suffer from a genetic disease. طفل بيعاني من مرض مناعي أو مرض وراثي بيدمر الثايمس جلاند. الثايمس جلاند كان بيحصل فيها ماتيوريشن للتي لينفوسايتس. التي لينفوسايتس كان منها ثلاث أنواع تي هيلبر سايتوتوكسيك تي سيلز تي سبريسور. احنا عارفين طبعا ان تي هيلبر كانت اللي بيحفز باقي جهاز المناعة في الـ acquired immunity كانت activate الـ other types of T cells وبتحفزها ان تعمل الـ immune response كانت بتحفز الـ B cells عشان تفرز الـ antibodies. طب نمشي واحدة هيفقد الـ humoral immunity only غلط هيفقد الاثنين. ليه؟ لأن الـ T helper كانت بتحفز الأنواع التانية اللي هي في الـ cellular immunity وكانت بتحفز الـ B cells اللي هي الـ humoral immunity ان تطلع الـ antibodies. هيفقد الـ cellular only لأ هيفقد الاكوايرد اميونيتي كلها اللي هي سواء سيلولار او هيمورال. هيمورال لانه هو التي هيلبر هي اللي كانت بتحفز البي سيلز ان هي تطلع الانتي بوديز. طب خلاص انا كده فقدت التي هيلبر وهتفقد السيلولار لان هي كده ايه انا فقدت التي هيلبر وكمان فقدت سايتوتوكسيك تي سيلز. هيز سيلز ويل بي فري لا ملهاش دعوه. Which of the following statement is correct about natural killers؟ ايه الجمله الصح about the natural killer؟ احنا عارفين natural killer دي نوع من الليمفوسايتس بيمثل من 5 ل 10% وبيتكون ويحصل له maturation في الريد بون مارو attack the infected body cells with viruses and cancer عن طريق الانزيمز اللي بتفرز. non specific هي non specific هي بتشتغل في second line والsecond line ده من natural immunity non specific ما فيهاش انزيمز لا فيها انزيمز احنا قلنا فيها انزيمز بتحارب بيها السيل infected with viruses and cancer cell. نوع من التي سيلز لا هي مش نوع من التي سيلز هي نوع من الليمفوسايتس لكن التي سيلز انواعها تي هيلبر تي سايتوتوكسيك تي سبريسور. belong to the third line of defense only غلط هي بتشتغل برضو في second line. the opposite figure illustrate a pathogen مسبب للمرض. Which of the following can bind directly with the structure X? X ده الانتيجين على الباثوجين.
مين اللي كان بيرتبط بالانتيجين؟ بي اند هيلبر، هيلبر ما بترتبطش بالانتيجين. بي بترتبط، الهيلبر تي سيلز بترتبط بالانتيجين لما يكون مرتبط بالام اتش سي كومبلكس عن طريق السي دي 4 بتاعته. الكومبلمنتس لا ما بترتبطش، الكومبلمنتس بترتبط بايه؟ بالانتي بودي لما يكون مرتبط بالانتيجين تبتدي تشتغل الكومبلمنتس تعمل لايس للانتيجين. هيلبر تي سيلز قلنا غلط. بي سيلز ريسبتور اند انتي بودي، ايوه البي سيلز قلنا بيبقى عليها ريسبتور بتتعرف على الانتيجين، وقلنا البي سيلز بتبقى سبيسيفيك، كل بي سيلز سبيسيفيك لنوع معين من الانتيجين، والانتي بوديز طبعا عارفينها ان هي سبيسيفيك بيبقى شكلها كده مع الانتيجين مثلا زي القفل والمفتاح، بيبقى كل انتي بودي ليه انتيجين شغال عليه زي القفل والمفتاح. هنكمل الاسئله مع بعض. stage of acquired immunity او memory cells. Which of the following characterize the response of memory cells to a pathogen؟ احنا عارفين ان الميموري سيلز دي خلايا الذاكره، دي خلايا بتتكون اثناء البرايمري اميونيتي وبتبقى موجوده في الجسم لمده من 20 ل 30 سنه او اكتر، ممكن العمر كله. ليه؟ لما الجسم ده يتعرض لنفس الاصابه او نفس الباثوجين مسبب المرض مره تانية تروح تشتغل بسرعه وتطلع انتي بودز. هي فاست سكندري ريسبونس، كميه الانتي بودي لو غلط، كميه الانتي بودز بتبقى عاليه جدا. سلو لا هي مش سلو، هي سريعه. فاست سكندري ريسبونس ايوه هي فاست سكندري، والاماونت اوف انتي بودي فيري هاي. slow secondary response غلط، هي fast سريعة وبتبقى secondary response كمية الانتيبودز بتبقى عالية. what is the function of memory B cells؟ خلايا الذاكرة بتاعت ال B cells بتعمل ايه؟ engulf للبكتيريا لا غلط، produce antibodies لا، اللي بتنتج الانتيبودز هي البلازما B cells، هي اللي بتنتج بقى البلازما B cells. kill the infected cell by the virus غلط. نشوفها كده مع بعض في الرسمة. زي ما شايفين هنا كده دي secondary immune response تبقى بتشتغل فيها الميموري، بتطلع كمية كبيرة جدا من الانتيبودز في وقت سريع اهي. قلنا نفس الباثوجين اتعرض له الجسم مرة تانية، الميموري سيل هي المسؤولة عن secondary immune response لأنها بتخزن معلومات قبل كده عن الانتيجين اللي دخلها very fast، ما بيبقاش فيها disease symptoms، الباثوجين destroyed quickly، اشتغل الرابد لي بسرعة جدا. Which of the following characterize the adaptive immunity، المناعة التكيفية أو specific immunity، بيميزها يعني هي مختلفة عن إيه في عن natural immunity. Inflammatory response لا، ال inflammatory response ده في natural immunity second line. ميموري سيل ايوه الميموري سيل موجوده في الادابتيف مش موجوده في الناتشورال اميونيتي. اللايزوسومز لا موجوده في الاثنين، موجوده الناتشورال اميونيتي فيها لايزوسومز، كانت الماكروفيجز هنا اللايزوسومز كانت بتشتغل مع الماكروفيج سواء في الادابتيف او الناتشورال، هنشوفها مع بعض. والناتشورال كيلر بتشتغل في الناتشورال اميونيتي والادابتيف اميونيتي، يبقى اللي بتختلف فيه الادابتيف عن الناتشورال هي الميموري سيل. نشوفها مع بعض دلوقتي. يبقى هنا الناتشورال كيلر بتشتغل هنا في الناتشورال وفي الاكوايرد اميونيتي، الماكروفيج ده هنا هو شغال في الناتشورال. زي ما شايفين هنا الاكوايرد اميونيتي بتشتغل فيها هنا السيتوكاينز بتحفز الماكروفيج والناتشورال كيلر. المميز هنا للاكوايرد هي الميموري سيلز سواء ميموري بي سيلز او ميموري تي سيلز. سؤال 96 which of the following statement describes the immune response better. الimmune response هي series of specific تبقى specific او adaptive defensive mechanisms اللي بيعملها الليمفوسايت. immune globulin are always دايما منتجة بيها؟ لا مش لازم، مش لازم تطلع انتي بوديز، ممكن تشتغل بالسيلولر اميونتي بالسيتوتوكسيك تي سيلز تطلع بيرفورين وليمفاتيك توكسين. اوفن غالبا بتعمل ديستراكشن اوف باثوجين، ايوه طبعا بتعتمد على الماست سيل، الماست سيل دي
في الناتشورال اميونيتي في سكند لاين مش في السبيسيفيك. النيت اميونيتي او الناتشورال اميونيتي غلط. The human may be infected by influenza virus. الشخص ممكن يتصاب بالانفلونزا several times في نفس السنة. طب مش احنا المفروض قايلين ان احنا المفروض الانتيجين لو دخل اول مرة خلاص الجسم اتعرف عليه وكون ضده ميموري سيل، المفروض تاني مرة خلاص تطلع الميموري سيلز بتطلع البلازما بي سيلز تطلع الانتي بوديز على طول تبقى سريعة وتحارب. طب ليه الشخص بيتصاب كذا مرة؟ بيقول لك نتيجة increase في rate of changes، تغييرات بتحصل في الجينيتك ماتيريال بتاعة الانفلونزا فيروس ميوتيشن، بيحصل تحور في الجين بتاعته في الجينيتك ماتيريال بتاعته. ايه السبب ده؟ البرايمري اميونيتي نوت افكتيف. لا انا بقول هنا اتصاب كذا مرة. البرايمري اميونيتي دي معناها ان الباثوجين ده او الفيروس دخل اول مرة. السكندري اميونيتي اي معنى ان انا اتصبت كذا مرة بالانفلونزا فيروس معناها السكندري اميونيتي مش افكتيف ان هي تدمر الفيروس لانه بيعمل ميوتيشن في جينيتك ماتيريال. هل انهيبيشن اوف ميموري سيلز؟ لا غلط. انهيبيشن اوف بي سيلز؟ لا هو مش بيعمل انهيبيشن للميموري سيل ولا البي سيلز. لا هي السكندري اميونيتي مش فعالة ان هي تدمر الميكروبس. يبقى هنا برايمري دي اول مره يدخل الفيروس، سكند انفكشن اللي هي سكند اميون ريسبونس معنى ان انا اتصبت كذا مره في السنه، يبقى السكندري اميونيتي ما قدرتش ان هي تتغلب على الفيروس. لان المفروض لو هي نشيطه ان الميموري سيلز مسؤوله عن السكند اميون ريسبونس انها بتخزن معلومات عن الانتيجين قبل كده تبقى سريعه جدا، ما بيبقاش فيه ظهور ديزيز سيمتومز وتنشط الميموري سيلز اللي اصلا اتكونت في البرايمري اميون ريسبونس. Which of the following statement is not applied to lymphocytes؟ يعني في جمله غلط تخص الليمفوسايتس. احنا عارفين ان الليمفوسايتس عباره عن ايه؟ بي ليمفوسايتس، تي ليمفوسايتس، ناتشورال كيلرز. اتش ميموري B lymphocytes has the ability to produce different types of antibodies. غلط. احنا عارفين ان ال B lymphocytes very specific متخصصة جدا، كل B lymphocytes تشتغل تطلع لي antibodies واحد. Some B and T lymphocytes differentiate into memory. ايوه في بعض خلايا B بتبقى memory وخلايا T بتبقى memory. Plasma cells produce antibody. ايوه. Some T lymphocytes attract the macrophages. ايوه التي هيلبر بتطلع سايتوكاينز بيروح جاذب الماكروفيجز لمكان الاصابه. يبقى الوحيد الغلط ان كل ميموري بي سيلز عندها ديفرنت تايبس اوف انتي بوديز. غلط، ان البي سيلز بتبقى سبيسيفيك. The opposite graph سؤال 99 illustrates a concentration of antibodies in the blood plasma of a person infected by a pathogen لاول مره. احنا عارفين اول مره بتبقى primary immune response بتبقى slow بطيئة لأنها بتاخد من 5 لـ10 أيام لحد ما نوصل لل maximum productivity of B and T cells اللي أنا محتاج يحصل لها multi blood، بيبقى فيها disease symptoms وبيتكون فيها memory B and T cells. طيب يبقى هنا اتكونت الانتيبوديز. ايه السبب ان هي مش موجودة في أول 3 أيام؟ احنا قلنا ان هي بتاخد وقت عقبال لما ايه من 5 لـ10 أيام لحد ما تحصل لها ايه نوصل للماكسيمم برودكتيفيتي اوف بي اند تي سيلز. طيب هل inability of immune cells to recognize الاميون سيلز ما تعرفتش على الانتيجين؟ لا طبعا اتعرفت والا ما كانتش طلعت انتي بوديز. احنا عارفين ان الماكروفيج بتشوف الانتيجين وبتدخله جواها وتعمل له ديسنتجريت تكسره باللايزوسومز وتروح تعرضه بعد ما يرتبط بال MHC بروتين تعرضه على سطحها تبتدي تتعرف عليه T helper عن طريق ال CD4 تطلع الانترليوكين اللي بتحفز البي سيلز ان هي بعد كده تكون البي بلازما وتطلع الانتي بوديز. inability to الماكروفيجز ان هي مش قادره تبلع الانتيجين، لا هي بلعته وطلعته بره والدليل ان طلع انتي بوديز. نقص البلازما بي سيلز اه لان البلازما بي سيلز هي اللي بتطلع الانتي بوديز. لو كانت كمية البلازما بي سيلز كتيرة كانت كمية الانتي بوديز هتبقى كتير.
يبقى في اول 3 ايام مفيش بلازما بي سيلز لسه بتتكون. يبقى ليه لسه بتتكون؟ لان قلنا الاكتيفيتد هيلبر تي سيلز بتطلع انترليوكين بتنشط البي سيلز. الاكتيفيتد بي سيلز تبتدي تعمل ديفيجن اند مالتيبلاينج ديفرنشيت انتو بلازما بي سيلز وميموري بي سيلز. فطبعا في اول 3 ايام لسه عدد البلازما بي سيلز قليله، لان لو كانت كتيره كانت طلعت انتي بوديز هنا كتيره. سترينث اوف باثوجين ات ذا مومنت قوته ضعيفه غلط. زي ما شايفين هنا كده الماكروفيج اتعرف على هنا شاف ابتلع الباثوجين، عرضه على السطح بعد ما ارتبط بالام اتش سي بروتين، اتعرفت عليه الهيلبر تي سيلز عن طريق السي دي 4، تحولت لاكتيفيتد هيلبر تي سيلز، طلعت انترليوكنز، حفزت البي سيلز ان هي يحصل لها ديفيجن ومالتيبلاينج وديفرنشيشن انتو كلون اوف بلازما بي سيلز، تبتدي تطلع الانتي بوديز وكلون اوف ميموري بي سيلز. يبقى اذا بتاخد وقت عقبال لما تطلع. لو البيرسون ده ووز اتاكد باي ذا سيم باثوجين، بنفس الباثوجين، قلنا ما دام اتعرض لنفس الباثوجين مين اللي هتشتغل الميموري سيل؟ قلنا في اليوم ال 15. تتوقع ان تركيز الانتي بوديز هيبقى في اليوم ال 17 قد ايه؟ طبعا اكيد اكتر من 20، لان مين اللي شغاله؟ الميموري سيل السكندري اميون ريسبونس بتطلع كميه اكتر من الانتي بوديز، يبقى مور ذان 20. The opposite graph illustrates the immune response in human. Which of the following is correct about X, Y, Z? X دي طبعا كمية الايه؟ الانتيبوديز. طبعا دي البرايمري immune response، عرفناها منين؟ ان كمية الانتيبوديز قليلة. هنا السكندري immune response كمية الانتيبوديز كتير عشان بتبقى شغالة الميموري سيلز هي اللي بتشتغل. X هي ايه؟ هي الانتيبوديز. لينفوكاينز غلط وهيستامين غلط. انا هنا بشتغل الاميون ريسبونس سبيسيفيك، انا هنا مش بحبط جهاز المناعه، مش بعمل انديبيشن للاميون ريسبونس. طب الانتي بوديز نمشي واحده واحده. واي اوريجينيت فروم فاكسينيشن، زي فاست ريسبونس او زي فاست ريسبونس عشان سكندري، ودي بالفاكسين بتبتدي تعمل primary immune response. طيب antibodies هنا fast response، لا دي مش fast response، دي slow response بطيئة. primary بتبقى slow، originate from response غلط. which of the following graph represents the stage of acquired immunity؟ احنا عارفين عندنا primary و secondary immunity. primary بتبقى slow بطيئة، بتاخد من 5 ل 10 ايام تبتدي تطلع لي الانتيبوديز، كمية الانتي بودز بتبقى فيها قليلة. السكندري مين اللي بتبقى شغالة؟ الميموري سيلز اللي كانت متكونة أثناء البرايمري، بتطلع لي كمية كبيرة من الانتي بودز وتبقى فاست سريعة. فور ا بيرسون اتعرض لنفس الباثوجين فور سيفرال تايمز، طبعا هنا غلط. البرايمري اميون ريسبونس هنا بتبقى كمية الانتي بودز قليلة، السكندري انفكشن بتبقى ايه؟ او سكندري اميون ريسبونس بتبقى الانتي بودز كميتها كبيرة. نشوف المقارنة بينهم بسرعة، طبعا دي غلط ودي غلط. يبقى هنا دي first infection، ده second infection، primary immune response secondary. هنا ال first stage بتبقى هنا slow، لأن بتاخد من 5 ل 10 أيام لحد ما نوصل لل maximum productivity لل B وال T cells، بتبقى فيها ظهور أعراض المرض، بتتكون فيها ال B وال T memory cells. ال secondary immune response بتبقى لنفس الباثوجين، اتعرض لنفس الباثوجين، بتبقى مين اللي اصلا واخده معلومات الميموري سيلز؟ هي المسؤوله عن السكندري اميون ريسبونس. فيري فاست، لان الباثوجين بيتدمر على طول، مفيش اعراض الديزيز، اكتيفيت الايه؟ الميموري سيلز اللي اتكونت اصلا في البرايمري اميون ريسبونس. ذا اوبوزيت جراف، طيب هنا مع بعض، هنا ده الانتيجين اللون الازرق، هنا primary immune response أول مرة دخل، هنا secondary immune response، هنا antigen جه قبل كده. مين اللي هنا كانت بتشتغل في secondary memory؟ أمال ال y ده antigen بس antigen جديد، يبقى هنا antigen new antigen مسبب مرض بس جديد أنا معرفوش. هنا مين الميموري cell اللي بتشتغل في الزي بس؟ يبقى هنا الـ acquired immunity بتعدي بمرحلتين primary immune response secondary immune response.
primary في الفيرست انفكشن اول مره يدخل الباثوجين ده، الثاني بيحصل انفكشن يرجع السكند انفكشن لما اسمها سكندري اميون ريسبونس لما يجي مره ثانيه. يبقى البرايمري اميون ريسبونس دي تو ا نيو باثوجين، البي والتي سيلز هي المسؤوله عن البرايمري اميون ريسبونس، بتستجيب للانتيجين اوف ذيس باثوجين اند اتاك ذيم. سلو ريسبونس بطيئه، بتاخد من 5 ل 10 ايام لحد ما توصل للماكسيمم برودكتيفيتي اوف بي اند تي سيلز، accompanied by appearance of disease symptoms. Both types of memory B and T cells are produced. The secondary immune response المسؤول عنها هي memory cells. هنا immune response to the same pathogen that has been infected the body before. اتعرض ليه الجسم مرة تانية. يبقى كان الأول جاله ده تاني مرة مثلا. A very fast response. كمية كبيرة بتطلع من الانتيبوديز بتنشط الميموري سيلز. يبقى هنا اللي بيشتغل في الميموري سيلز هي Z secondary immune. هنا ده باثوجين جديد. The opposite graph illustrates the immune response of two types of antigen. نوعين من الانتيجين. Which choice in the following table express X and Y. طب دي كمية الانتيبوديز اللي كميته كبيرة طبعا السكندري لانه سريع والميموري سيل هي اللي بتشتغل. اللي كمية الانتيبوديز قليلة هو البرايمري زي ما شرحنا في الرسمة، لان بتاخد من 5 ل 10 ايام ان هي تبتدي ايه للماكسيمم برودكتيفيتي اوف بي ان تي سيم لينفوسايتس. يبقى اكس سكندري واي برايمري. What happen when a mutation هيحصل تحور في الجين اللي مسؤول عن الفورميشن اوف بروتين كود بتاع الفيروس كوفيد 19. يبقى حصل تحور في الجين المسؤول ان هو يكون الغلاف بتاع الفيروس كوفيد 19. lead to formation of a protein بيكون بروتين الكيميكال ستراكشر بتاعه شبه البروتين كود بتاع فيروس قبل كده خدنا له فاكسين. ما دام حصل طفره بقى نفس الفاكسين يبقى انا كده كانه داخل تاني مره، خلاص هو اوريدي ده كانه دخل قبل كده، فبيبقى متكونه ايه ميموري سيلز. الميموري سيلز اصلا اللي متكونه ضد الفيروس اللي قبل كده اللي بقى شبه الايه كوفيد 19 اللي داخل. نمشي واحدة واحدة بقى. Not recognized غلط will be recognized هتتعرف عليه الميموري سيلز وتطلع له عدده انتي بودز لان هو نفس الانتيجين واخد عنه معلومات شبهها لانه هي بيقول لك حصل له تحور بقى نفس البروتين كوت اللي هو بتاع كوفيد 19 زي اللي قبل كده خد ضده فاكسين. will not be recognized لا هيتعرف عليه الميموري سيلز. will be recognized by macrophages لا مش الماكروفيجز اللي بتتعرف من غير ما تدمره غلط، يبقى هو تتعرف عليه الميموري سيل لانها تعتبر secondary immune response. شوفها كده في الرسمه، يبقى هنا دي الفيرست انفكشن دي سكند انفكشن، هنا نعتبرها secondary immune response. ليه؟ لان هي كانت vaccinated خدنا لها فاكسين شبه البروتين كود بتاعه شبه الكوفيد 19 فكانه هو داخل تاني مره، فبتدي بتشتغل مين الميموري سيلز مسؤول عن secondary immune response. Very fast response تبقى فيه كمية كبيرة من الأنتي بودز. In a family the elder brother الأخ الكبير infected with a microbe. It's a microbe and slowly recovered وخف منه بس slowly ببطء. So the parents decided قال لك إحنا مادام هو تعب من الميكروب اللي خده نبتدي نعمل له إيه بقى؟ vaccine. نديله فاكسين مخصص للميكروب ده. ايه الليمفوسايتس ويل بروديوس انتيبوديز في دم الولد الاصغر ضد الانتيجين. انا هنا مدي فاكسين. احنا عارفين الفاكسين عباره عن ايه؟ عباره عن الانتيجين بيستيميوليت الاميونيتي بس مش بيعمل مرض، بيبقى زي الميكروب في صوره ضعيفه، يبقى موجود في الباثوجينيك ميكروب ان ا ويك فور، يبقى بيشتغل عادي البرايمري اميون ريسبونس عادي، بتبقى ارتفيشال لونج تيرم اكتيف اميونيتي. مين اللي بيطلع الانتي بوديز؟ البلازما بي سيلز العاديه، عادي مناعه عاديه سبيسيفيك اميونيتي عاديه. تي سيلز مش بتطلع انتي بوديز، ميموري تي سيلز لا، ميموري بي سيلز لا. انا هنا مش سكند اميون ريسبونس، انا برايمري اميون ريسبونس.
يبقى هنا انا الفاكسين بديله كانه فيرست انفكشن، بديله الباثوجين او الميكروب في صوره ويك ضعيفه، بتبقى سلو. البي وسي بالتي سيلز مسؤولين على البرايمري اميون ريسبونس، بتبقى سلو ريسبونس، وقلنا البي بلازما بي سيلز هي اللي بتطلع الانتي بوديز. The opposite graph illustrates the concentration of antibodies that are found in the blood of a person in January. A ده كمية الانتيبوديز في شهر يناير، مارس شهر مارس. B which of the following statement express this graph. يبقى ده antigen X antigen Y، كمية الانتيجين X الانتيبوديز كتيرة جدا، في Y الانتيجين قليلة، الانتيبوديز قليلة. طب نمشي واحدة واحدة بقى، نقرا جملة جملة. Antigen X differ from antigen Y and each one attacks the body for the first time. لا طبعا X دي مش the first time لأن كمية الانتيبوديز كتيرة جدا، دي secondary immune response. Antigen X and Y are for the same microbe attacks the body for the first time. غلط. Antigen X and Y for the same microbe attacks the body for the second time. لا Y does for the first time. ليه؟ لأن كمية الانتيبوديز قليلة. Antigen X differ from antigen Y طبعا. Antigen X attacks the body for the second time لأن كمية الانتيبوديز كبيرة، secondary immune response. Y attacks the body for the first time لأن primary immune response. وطبعا اللي هم مختلفين عن بعض لأن دي لو كان هم نفس الانتيجين كانت هتطلع antibodies كتيرة، لأن ده في شهر يناير وده في شهر مارس. The opposite figure represents the immune response when a pathogen enters the body. Study it in us. هنا الانتيجين، ده الانتيجين binding to the immune receptor of B cells, activated B cells. طلع هنا memory B cells ودي plasma B cells، تطلع لي الانتيبوديز. دي في أول مرحلة A. في مرحلة B ده الانتيجين دخل على الميموري سيل، طلع لي كميات كبيرة من الانتيبوديز، وهنا ايه ميموري سيل. يبقى B دي secondary immune response، عرفناها منين؟ لأن كمية الانتيبوديز كتيرة جدا. A دي primary immune response. طب Z بتمثل ايه؟ helper T cells غلط طبعا، memory T cells. لأ أنا هنا بحكي على B cells عشان هنا في antibodies. plasma B cells لأ، البلازما B cells هي اللي بتطلع antibodies. المنظر ده اللي بتبقى الخلية وعليها الانتيبوديز اسمها memory B cells. Why does the number of antibodies increase من B أكتر من A؟ لأن B دي secondary immune response، إن أنا اتعرضت لنفس الباثوجين قبل كده، فالميموري سيل أصلا مكونة معلومات. هل إن الـ number of antigen increase at period B than A؟ لا مش عدد الأنتيجين. عدد الـ B cells increase at period B؟ لا. نوع الأنتيجين varied؟ لا ده نفس الأنتيجين. The same microbe؟ ايوه نفس الميكروب رجع دخل الجسم تاني لتاني مره، فاوريدي الميموري سيل كانت عارفه عنه معلومات، فبسرعه طلعت على طول وطلعت لي الايه؟ حصل ديفيجن ومالتبلاي وديفرنشيشن، اديتني ميموري بي سيلز وبلازما بي سيلز، طلعت لي انتي بوديز سريعه وكميتها كبيره. After destroying the microbe، بعد ما دمرنا الميكروب، which of the following cells the suppressor T cells will inhibit the action بتاعته. Inhibit the action of Y ولا X ولا Z؟ Y only. احنا قلنا عارفين ان السبريسور T cells بتشتغل على البي سيلز والتي سيلز او T helper والسيتوتوكسيك T cells، لكن ملهاش دعوة بالميموري. يبقى هنا Y only. Y اللي هي البي. نشوف الرسمة بسرعة. احنا هنشوف كده ازاي اتكونت البي سيلز. هنا ده الماكروفيج الباثوجين، عرضته بره بعد ما ارتبط بالـ MHC بروتين، شافته الـ helper T cells، تحولت لـ activated، طلعت interleukin. هنا حفز الـ B cells يحصل لها division و differentiation. المنظر ده الخلايا دي اللي عليها الـ antibodies بسميها memory B cells، دي plasma B cells بتطلع الـ antibodies. هنا primary immune response وهنا secondary immune response عشان كمية الـ antibodies كتيرة وهنا كميتها قليلة. هنا دي أول مرة اتعرض للباثوجين، هنا اتعرض له قبل كده، فاوريدي الميموري سيل مكونه عنه معلومات، فاشتغلت على طول وطلعت انتي بوديز كتير.
The visit figure illustrates some stages of acquired immunity inside the body. What do the immune response X and substance Y represent? هنا the active helper T cells أو T helper, memory B cells, memory T cells. هنا مادة X, هنا active cytotoxic T cells. طب احنا عارفين ان cytotoxic T cells يا إما بتطلع perforin أو lymphatic toxins. طيب انا عايز X و Y, طبعا دي غلط ودي غلط, يبقى انا هشتغل يا اما B يا اما C. طيب X دي بتمثل primary immune response, لا اللي بلاقي فيها خلايا الذاكرة اللي هي الميموري, هي secondary immune response بتبقى سريعة. يبقى عندي هنا اهو secondary immune response perforin. احنا قلنا cytokines لا, لان ال cytotoxic T cells بتطلع perforin او lymphatic toxins, وهنا دي خلايا الذاكرة بتبقى secondary. يبقى X secondary, Y perforin. During the primary immune response, the following happens. ايه اللي بيحصل؟ B lymphocytes are differentiated and form plasma B cells, ولا B lymphocytes divide mitotically, ولا specific antibodies are produced, ولا helper T cells secrete interleukins, ولا helper T cells recognize the antigen bind to it. أول حاجة طبعا ال helper T cells هي اللي بتتعرف على الانتيجين اللي مرتبط بال MHC complex. ال helper T cells هتفرز interleukins, هتتنشط. طيب هتروح تعمل ايه بقى؟ هتخلي ال B cells, يبقى هنا 5 4 divide mitotically, تنقسم. بعد كده يحصل لها differentiation, تكون البلازما بي سيلز, والبلازما بي سيلز هي اللي بتنتج الانتي بوديز, هتبقى الإجابة C. يبقى أول حاجة الهيلبر تي سيلز هتتعرف, بعد كده تفرز الانترليوكينز, divide mitotically يحصل لها differentiation, بعد كده تفرز لي الانتي بوديز. The opposite graph illustrates the quantity كمية الانتيبوديز in the blood of two people A and B after vaccination by the code, عملناها vaccine بالكود بتاع الفيروس causing corona infection. What do you conclude from this graph? طب كمية الانتيبوديز في A كبيرة جدا, في B كميتها قليلة. يبقى B دي أول مرة تتعرض primary immune response, ايه مادام كمية كبيرة يبقى secondary immune response. طيب person P might have been, لازم هو في contact مع COVID-19 patient, لكن person A ما تعرضش, لا ملوش دعوة. person A ده اكيد اتعرض قبل كده, وإلا ما كانتش كمية الانتيبوديز تبقى كبيرة كده. person A take a booster dose, جرعة تنشيطية, و B vaccinated for the first time. اي ليه ده بياخد جرعة تنشيطية؟ لأن كمية الأنتي بوديز كبيرة جدا, secondary immune response already, إن الأنتيجين ده دخل قبل كده, فالجسم عامل عنه معلومات تشتغل الميموري سيلز تطلع لي كمية أنتي بوديز كتير. A and B haven't been vaccinated before, لا B O, لكن إيه ده, لا كمية الأنتي بوديز دي كبيرة جدا. Maybe person A بيعاني من malnutrition, تغذية, سوء تغذية. لا احنا ملناش بسوء التغذية, احنا بنحكي على الإميونيتي هنا. Why is the primary immune response slow? ليه المناعة الأولية بتبقى بطيئة؟ هل نتيجة انتشار الميكروب غلط؟ الـ slow production عقبال لما لسه أنتج antibodies, عقبال لما الـ helper T cells تشوف الـ CD4 بتاعتها, تشوف الـ antigen MHC complex, وبعد كده تروح تطلع الـ interleukin اللي يروح للـ B cells يخليها يحصل لها division وmultiplying, ويحصل لها differentiation into plasma B cells تطلع لي الانتيبوديز. غياب الهيلبر تي سيلز لو مش موجودة مش هتطلع انتيبوديز اصلا, ومش هتبقى فيه primary immune response اصلا. absence of plasma B cells, لا لو كانت مش موجودة مش هيبقى فيه انتيبوديز اصلا, مش هيبقى فيه primary immune response. انا بقول هي ليه بطيئة. From the opposite tables that illustrate the concentration of antibodies in the blood of a person within, عايز اشوف كمية الانتيبوديز في جسمه خلال 50 يوم. Starting from 1st March, أول مارس, ليوم 19 في شهر أبريل.
for the same pathogen لنفس الباثوجين. When was the first time of exposure of infection؟ طيب امتى اول يوم اتعرض للاصابه؟ احنا عارفين ان بياخد من 5 ل 10 ايام من بدايه التعرض يبتدي يطلع الايه primary immune response وتبتدي تطلع الانتي بودز. يبقى انا عايز من الكميه دي اخصم من قبلها 5 ل 10 ايام، ده الفيرست اكسبوجر التعرض الاول، هتبقى second of March. هنا ده اليوم الخامس يعني 5 مارس، هنا 10 مارس، هي بتاخد فعلا من 5 ل 10 ايام. 8 لا، ليه؟ لان انا هنا اليوم العاشر، في يومين لحقت الانتي بودز تتكون غلط، بتاخد من 5 ل 10 ايام. 10 لا طبعا، و16 لا. When was the second exposure؟ اتعرض امتى لتاني نفس الميكروب؟ طيب انا هنا خلاص كده حصل انهيبيشن، قلت الاميونيتي. هنا ال 200 دي secondary immune response. طيب في اليوم 35 قول مثلا قبلها بيوم او يومين اتعرض مرة تانية وابتدت طلعت الانتي بودز بكمية كبيرة. طيب احنا هنا اليوم 35 يعني يوم كام؟ هنا مارس 31 واربعة يعني يوم 4 ابريل، ده حصلت secondary immune response. قول قبلها بيوم او يومين اتعرضت 2 ابريل. 16 مارس غلط طبعا، لان هنا قلت هنا الانتي بودز، يبقى خلاص كده دي كانت البرايمري immune response. وخلاص جه بعد كده في اليوم 35 قبلها مثلا بيومين ابتدى يتعرض للاصابه تاني، 5 ابريل غلط طبعا، لان هو اصلا طلع في اليوم الاربعاء. شوف شكل الرسم زي ما شايفين مع بعض كده، شرح البرايمري والاميون ريسبونس في بيريود A and B، ال B cells والهيلبر T cells والبلازما B cells activation، هيتكون الميموري سيل والانتي بوديز بيجين. في بيريود B و C السبريسور اكتيفيتد والسكريشن بيجينز بتاع الليمفوكاينز، هظبط ايه بقى؟ هعمل انهبيشن للاميونيتي. D E يبتدي الميموري سيل ريسبوند اند جيت اكتيفيتد secondary immune response. The opposite graph illustrates the immune response at the first and second infection. طبعا اللي هنا كمية الانتي بوديز قليلة تبقى ال primary immune response، تبقى slow، تاخد من 5 ل 10 ايام. هنا DE دي secondary immune response، ليه؟ لأن سريعة وكمية الانتي بوديز كتير. طيب at which period the action of memory B cells appear؟ احنا قلنا بتظهر الميموري بي سيلز في السكندري اميون ريسبونس، يبقى من دي لإيه؟ أنهي مرحلة الليمفوكاينز انكريز؟ الليمفوكاينز بتعمل انهيبيشن للاميون سيستم، بتمنع بتوقف البي سيل بلازما بي سيلز ان هي تطلع الانتي بودز. امتى هنا الانتي بودز بتقل؟ في بي سي وفي اي اف، يبقى بي سي واي اف. The opposite graph shows a concentration of antibodies that result as a response of a certain type of antigen. كمية الانتيبوديز طبعا هنا ده ال beginning of infection، طبعا دي primary immune response عرفناها منين؟ كمية الانتيبوديز قليلة. هنا secondary infection، secondary immune response كده بتشتغل فيها الميموري سيلز بتبقى سريعة فاست، هنا slow بطيء. In which of the following days does the formation of memory cell، التكوين امتى؟ التكوين هنا في البرايمري، يبقى هنا تكوين الميموري سيل بيبتدي اثناء البرايمري اميون ريسبونس، هنا في قبل مرحله الانتي بوديز. يبقى في اليوم الكام؟ اليوم الخامس. هنشوف، هنرجع للرسم وهنشوف اليوم العاشر، لا ده اللي ابتدت اتكونت الانتي بوديز. لا من وقت شوف ذا فولونج دايز البلازما بي سيلز بتنتج امتى؟ هنا البلازما بي سيلز هنا في المنطقة دي، وهنا اهو يبقى اليوم الخامس هنا قبل اليوم العشرة، واليوم العشرين هنا قبل اليوم الثلاثين. In the secondary immune response, when which of the following days the secretion of lymphokines، الليمفوكاينز اللي هي بتبتدي يحصل inhibition كده بعد اليوم العاشر، وهنا ايه بعد اليوم مثلا 29،
يبقى هنا اليوم 29. 25 غلط، 20 لأ، دي دخول second infection. 15 خلاص هي وقفت خلاص، لكن بيقولك امتى تبتدي تشتغل الليمفوكاينز، اشوف بداية المنحنى وهو نازل كده. هنا مثلا 11 انا ما عنديش مثلا، لكن هنا عندي 29 والمنحنى نازل كده. نشوف مع بعض الرسمة. يبقى زي ما شايفين كده، هنا الماكروفيجس لما بلعت الباثوجين والهيلبر تي سيلز اتعرفت هنا عن طريق السي دي 4 ارتبطت بالمولكيولو في انتيجين ام اتش سي كومبلكس طلعت انترليوكين. هنا الاكتيفيتد هيلبر تي سيلز اهو الانترليوكين، البي سيلز هنا كان كل كلون اوف ميموري بي سيلز وكلون اوف بلازما بي سيلز، يبقى بتتكون الميموري سيلز وبعد كده البلازما بي سيلز تبتدي تطلع الانتي بوديز. عشان كده اخترنا الميموري سيلز امتى ابتدت، قبل ما تطلع الانتي بوديز يعني في اليوم الخامس. قلنا البلازما سيلز ار برودوسد امتى، في اليوم الخامس هنا وفي اليوم اللي هنا قبل ما تطلع الانتي بوديز 25. هنا الميموري سيلز على طول شغاله بتعمل ديفرنشيشن، ان الميموري سيلز بتكون لي بلازما بي سيلز تطلع انتي بوديز. قلنا امتى الليمفوكاينز هيحصل انهيبيشن للاميونيتي، هنا في بدايه النزول هنا وفي بدايه نزول الايه الاميونيتي. A person was infected with measles. عنده حصبة after several reels. طب احنا عارفين ان الحصبة بتعمل ايه، بتكون memory cells. اللي بيجيله حصبة مش بيجيله تاني، لان memory cells بتديله مناعة طول الحياة. بعد several years he got a tumor عنده ورم في thymus gland. thymus gland اللي كانت بتطلع T cells بيحصل لها maturation. هي مش بتطلعها، هي اللي بينتجها البولمر وهنا بيحصل لها maturation. Which led to removal of this gland. حشنة thymus gland. فبالتالي هتقف التي سيلز سواء تي هيلبر تي سايتوتوكسيك تي سيلز تي سابريسور. ايه اللي هيحصل لو الشخص ده اتعرض لنفس الباثوجين بتاع الميزلز؟ خلاص هي الميموري سيلز كانت متكونه، احنا قلنا بتقعد من 20 ل 30 سنه او ممكن طول العمر. هي ويل بي انفكتد اجين، لا هو مش هيتصاب تاني، لان هنا مين اللي شغاله الميموري سيلز. هي ويل بي انفكتد اجين، لا هو هنا طبعا هتبقى مناعته ضعيفة عشان انا حصل مشكلة في السايمس جلاند، لكن هنا انا ملوش دعوة بالميزلس، الميزلس خلاص اتكونت ضدها ميموري سيلز. He will not be infected again نتيجة الفورميشن اوف ميموري سيلز اثناء الفيرست انفكشن. ايوه will not be infected نتيجة الفورميشن اوف انتي بوديز during الفيرست انفكشن، لا الميموري سيلز هي اللي اتكونت اثناء الفيرست انفكشن وهي اللي هتحارب الباثوجين. If you know that the serum is considered a ready-made antibodies. السيرم ده عبارة عن أجسام مضادة بنديها جاهزة against the pathogenic microbe. لكن الفاكسين ده الباثوجينيك مايكروب نفسه بدي في صورة ميتة أو صورة ضعيفة فبحفز جهاز المناعة يشتغل. لكن السيرم ده أجسام مضادة جاهزة بعد شوية خلاص بتخلص. فبتبقى إيه يعني مدتها قصيرة short. لكن الفاكسين بيبقى long term. Which of the following can be concluded. ايه اللي اقدر استنتج؟ ان السيرم بروفايد اتمبري مؤقتا، حمايه مؤقته للفاكسين فور لونج بيريود. ايوه ليه؟ لان السيرم ده عباره عن انتي بوديز جاهزه هتخلص وخلاص، لكن الفاكسين لا بتحفز جهاز المناعه ان هو يشتغل ويكون ميموري سيت. السيرم بروفايد ا بروتكشن فور لونج بيريود، غلط. ايتش اوف ذيم بروفايد لونج، لا السيرم شورت والفاكسين لونج، هما الاثنين بيدوا تمبرري، غلط. الفاكسين بيدي لونج تيرم. From the first attempts من المحاولات الاولى to restrict the spread of coronavirus، كان احنا لما حاولنا ان احنا نعمل حد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ان احنا ابتدينا ناخد بلاد سامبل عينه دم من الشخص المصاب بعد ما بيخف على طول. طب ليه بقى؟ هو ايه اللي بيتكون في الدم؟ انتي بوديز. هل ان انا عشان اعزل الفيروس واتعرف على تركيبه؟ لا انا مش بتعرف على تركيبه، انا عايز الاجسام المضاده من الشخص اللي خف اللي اتكونت في دمه على طول وديها لحد تاني على طول. انا لسه مش هستنى، انا عايز حاجه سريعه بسرعه. تو ايزوليت الفيروس انتيجين عشان ارجع استخدمها كفاكسين، لا انا عندي دلوقتي ميكروب وباء عايز اخلص، ادي انتي بوديز جاهزه واخلص واحارب المرض على طول.
to separate the antibodies ايوه واستخدمها كثيره. to separate the activated lymphocytes لا غلط. يبقى انا عايز امنع الانتشار فبدي antibodies جاهزه على طول تحارب لي الفيروس، مش لسه هستنى لما يتمكن من المريض ويبوظ الرئه. Which of the following can be concluded from the opposite graph؟ ده الـ vaccination، ده الـ first infection، ده الـ second infection. والمفروض إن أنا طول ما مديله vaccine المفروض كانت تبقى كمية الـ antibodies كتيرة جدا. إيه كمية الـ antibodies دي؟ ولا كأنه واخد vaccine، ده كأنه عادي إصابة عادية. الـ pathogen stimulate بيحفز الـ immune cell more than vaccine غلط. They use the vaccine is active and work efficient. لأ هو مش active، هو لو active كانت كمية الأنتيبوديز هتبقى كبيرة. Use the vaccine اه مش متجهز كويس، أيوة بايظ مش شغال كويس. قلنا هو لو شغال كويس أدي الفاكسين وهيجي هنا الإصابة كانت هتبقى الأنتيبوديز كبيرة جدا مش قليلة زي كده. الفاكسين inhibit the activity of B cells غلط. The opposite graph illustrates the response of antibodies on injecting a person with antigen X. يبقى ده مسبب المرض X at first then with the two antigen X and Y. طيب after a period of which of the opposite curve represents a primary response of antigen Y. antigen X ده بتاعه دول، antigen Y كمية هنا وفي هنا بي. طبعا antigen Y أول مرة يدخل، X ده تاني مرة، Y أول مرة يدخل هتبقى primary immune response، كمية الانتيبوديز قليلة هتبقى الإجابة C. A أصلا ما دخلش الواي، B دخل الواي بس هنا الواي ده داخل أول مرة فما بتبقاش كمية الأنتيبوديز كبيرة. دي بتاعت الـ X primary immune response of antigen X. In the opposite graph what do the cells X, Y and Z نشاط الخلايا. The first infection by the microbe، the second infection by the same microbe. هو second infection مين اللي كان بتشتغل فيها؟ الميموري cell. يبقى هنا دي واي دي الميموري، هدور هنا فين مين الميموري، يبقى ده كله غلط. يبقى دي البي سيلز العادية ودي الميموري ودي البلازما بي سيلز اللي كانت بتطلع الانتي بوديز. يبقى عرفنا منين ان السكند انفكشن اللي بتشغل فيها الميموري سيلز. The opposite graph illustrates the degree of immune response in a person's body. طيب هنا الفاكسينيشن طلع لي antibodies يبقى إذا الفاكسين ده كويس عشان طلع لي أكس مضادة. حصل هنا إصابة، طيب المفروض لما تيجي إصابة وأنا أصلا واخد الفاكسين كانت تبقى كمية الانتيبوديز قد إيه؟ كبيرة جدا، لكن هنا كميتها عادية عادي، دي primary immune response عادية و secondary immune ولا كأنه واخد فاكسين. They use the vaccine is against another pathogen of، لأن هو لو نفس الباثوجين كانت هتبقى كمية الأنتيبوديز كبيرة، يبقى ده خد فاكسين لمسبب مرض غير ده. اليوزد فاكسين اتجهز بطريقة مش كويسة؟ لأ، لو كان اتجهز بطريقة مش كويسة ما كانش طلع أنتيبوديز أصلا. نون ريسبونس أوف إميون سيلز، لأ الخلايا المناعية ما استجابتش للفاكسين، لأ استجابت والدليل إن هي طلعت أنتيبوديز. الفاكسين انهبت الأكتيفيتي أوف بي سيلز غلط، هو بيحفز البلازما بي سيلز تطلع الأنتيبوديز. عايزين نشوف سؤال 115. عشان الفكرة شبهها هنا، قصدي سؤال هنا 116. هنا الفاكسينيشن فاكرين لما قلنا ان هو نوت بريبيرد كوركتلي، هنا ما طلعش اصلا انتي بوديز، وكمان المفروض لو كان شغال كويس كان طلع انتي بوديز، وكان لما يجي الاصابة الاولانية كانت تطلع كمية الانتي بوديز كبيرة. يبقى هنا ما طلعش انتي بوديز اصلا عشان كده اخترنا ان هو مش شغال كويس. لكن هنا هو شغال كويس بس مش لنفس الباثوجين، والدليل كانت هتبقى كمية الانتي بوديز كبيرة. نبتدي مع بعض ناخد أسئلة الميسلينيس questions. What are the defensive means؟ إيه الوسائل المناعية اللي بتواجه الإنفلونزا فيروس لحد ما يوصل للونج سيلز؟ أول حاجة الـ first line عن طريق الميوكس اللي في الـ respiratory bronchi، قلنا اللي بيبقى adhere with the virus وبعد كده نحصل له expel out by the cilium. Second line defense عن طريق producing الـ interference the virus to prevent the spread and multiplication of the virus and producing natural killers that attack the cells infected with the virus، وقلنا عن طريق الانزيمز
بتاعتها. third line عن طريق ال acquired immunity، عن طريق ال humoral immunity، عن طريق ال antibodies اللي هي بتطلعها ال plasma B cells عشان تعمل stop لل activity of the virus، and برضو ممكن بال cellular immunity عن طريق ال lymphocytes، cytotoxic lymphocytes. Study the opposite figure that shows the role of one type of the white blood cells in fighting the infection. The blood capillary. What does X represent? X دي اللي بيبقى فيها أكتر من nucleus بتبقى neutrophil. هل هي specific ولا non-specific؟ طبعا هي non-specific لأنها بتعمل phagocytosis للفورين بوديز او الميكروبس، هي مش سبيسيفيك ناحيه انتيجين معين. ايه طريقه ديستروي الميكروبس؟ عن طريق ان هي تعمل له فاجوسايتوزس وتعمل له دايجست، تعمل له ديزنتجريت عن طريق الجرانيولز اللي موجوده جوه السيلز بتاعتها. ايه الكوريكت ارينجمنت للفور ستيجز؟ اول مرحله ايه هي؟ هنا 3، هنا كده 1، تبلعها تدخلها هنا، بعد كده 4، يبقى 3 1 2 4. شوف رسمتها مع بعض. هنا شرح الانفلاميشن لما الاسكين بيحصل لها كات البكتيريا بنتريت الوند. Presence of bacteria cause the secretion of histamine بالمصل والبيزوفيل. الهستامين بيعمل dilation of local blood vessels. الفلو اوف بلازما تو ذا سايت اوف انجر انكريز بيعمل redness و swelling و pain. الهستامين بيزود البرميابيلتي اوف local blood vessels في مكان الاصابه. White blood cells زي النيوتروفيل والمونوسايتس والماكروفيجز بتيجي لمكان الإصابة عشان تعمل engulf للبكتيريا which damage cell. Studies the opposite figure. Then conclude. طيب ادي substance X، دي البكتيريا، ده blood vessels. مين اللي بيعمل dilation لل blood vessels؟ Substance X cell Y. طبعا المادة دي الهيستامين. مين واي؟ واي دي اللي هي الماست سيل. ايه نوع المادة اكس؟ احنا قلنا هي الهيستامين. زي دي نيوتروفيل اللي فيها نيوكليس كده عاملة ليها كذا فص. ايه اللي هيحصل لو فشل خط الدفاع ده؟ لو خط الدفاع ده ده السكند لاين، هتنشط الثيرد لاين والاكتيفيتد اللي بيمثل الليمفوسايتس، قلنا بيبقى من خلال الهيومورال اميونيتي ومن خلال السيلولار اميونيتي. The following figure shows the stages of engulfment of white blood cell to pathogenic bacteria. يبقى ازاي خلية دم بيضاء ابتلعت بكتيريا ممرضة. What is the correct arrangement؟ ايه الترتيب الصحيح؟ طب نمشي واحدة واحدة. أول حاجة هنا، أدي هنا شايفة الباثوجين، بعد كده هنا بتدخله، هتبتدي تدخله كده، دخلته فعلا، دخلته جوه. هنا اللايزوسومز هترتبط بيه، تعمل له ديسنتجريت بيه، يبقى اف دي اي اي سي بي. ايه الاورجانيل نمبر 1؟ لايزوسومز. ايه اهميته؟ بيعمل ديسنتجريت الانتيجين بتاع الباثوجين، بيحوله لاجزاء ايه صغيره. Determine three types of cell perform نفس البروسيس. ايه الخلايا اللي بتعمل نفس الوظيفه؟ بيسوفيل، ايسينوفيل، نيوتروفيل، مونوسايتس، كلها بتعمل فاجوسايتوزس. فيها جرانيول ديسنتجريت الباثوجين سيل ذات اتاك ذا بودي، عشان كده بسميها جرانيولار سيل، اللي هي البيزوفيل والايسينوفيل والنيوتروفيل، وبتعمل فاجوسايتوزس. امال المونوسايت ديستروي الفورين بوديز وبتتحول لفاجوسايتس لما بحتاجها. نبتدي مع بعض سؤال 5. Study the opposite diagrams and answer. طيب دي الليمفوسايت عندها ريسبتور اتعرفت على الباثوجين. مين عندنا الليمفوسايتس؟ اللي هي البي ليمفوسايتس. وطلعت هنا الام اتش سي مع الانتيجين. مين اللي شافتها؟ التي هيلبر. ارتبطت بيها عن طريق الـ CD4. يبقى ايه اللي ريبريزنت؟
سي دي 4. واي بتطلع ايه؟ التي هيلبر بتطلع انترليوكين وسيتوكاينز. اكس البي لمخصائص بيحصل لها ماتوريشن فين؟ في البون مارك. امال التي في السايموس جلاند. The following figure illustrates the action of some cells of the immune system. Answer. هنا X مين اللي عندها CD4؟ T helper. T helper ترتبط من مين؟ تبقى فيها antibodies B cells. و CD8 مين اللي بيبقى فيها CD8؟ cytotoxic T cells. A substance is secreted in case X. Interleukins. ايه نوع الاميون سيل اللي موجوده في زي؟ سايتوتوكسيك تي سيلز. بيطلع البيرفورين، بيعمل بيرفوريت للممبرين بتاع الانفكتد سيل. ايه الاميون سيلز اللي موجوده في واي؟ في حاله واي از فورمد اند اكتيفيتد، قلنا بتكون البي والتي سيلز ان ذا بون مارو، وبتنشط فين؟ في البلاد. هنا هي مورال اميونيتي، وبرده ممكن تبقى في مرحله في الايه، في سيلر اميونيتي يعني اكوايرد اميونيتي، سبيسيفيك اميونيتي تنشط فيها البي والتي. The opposite table illustrates the result of blood test for a person after a pathogen attack this body. What is the type of active immunity in this person؟ ايه نوع الاكتيف اميونيتي؟ التي هيلبر النتيجة بتاعتها 25، الطبيعي من 20 ل 30، يبقى هي ما نشطتش ولا حاجة. سيتوتوكسيك تي سيلز 30، هي من 30 ل 40. البي سيلز الطبيعي هي النتيجة 7 والطبيعي من 5 ل 10. الناتشورال كيلر الطبيعي 2 وهي من 1 ل 3. يبقى دي خلية ايه؟ دي نسب طبيعية في المستوى الطبيعي للخلايا الليمفاوية. يبقى للليمفاتيك سيلز، يبقى مفيش حاجة هنا، مفيش اكوايرد اميونيتي ولا سبيسيفيك اميونيتي، كنت هلاقي دول كده عددهم كبير. يبقى دي النيت اميونيتي. يبقى معناها ان الجسم او الـ natural means in the body able to fight and destroy the pathogen that attacks the body. يبقى الجسم هو خلاص مش محتاج يبقى ايه specific immunity، هو قادر يحارب المرض ده. The opposite graph shows a relation between a number of plasma B cells and the interleukin concentration in blood. ايه سبب increase the interleukin، تركيز الانترليوكين بيزيد ليه؟ قلنا نتيجة ان بترتبط الـ T helper عن طريق CD4 by the antigen MHC complex، وبتتحول لـ active helper T cells بتطلع الانترليوكين. A cells decreased in number by increasing the number of plasma B cells. قلنا الـ activated B cells، لأن قلنا لما بيحصل differentiation للactive B cells بتتحول لبلازما B cells and memory cells، فبالتالي بتقل الactive B cells وبيزداد البلازما B cells. What are accompanied proteins for increasing plasma B cells؟ الانتيبوديز. الانتيبوديز مع الكومبلمنتس بيحصل bind with foreign bodies زي البكتيريا، تخلي سهل جدا ان ال white blood cells تعمل لها ايه، تعمل لها engulf and destroy it. The opposite graph shows a concentration of antigens and antibodies in a person's blood who was exposed to the viral infection for the first time. يبقى هنا اتعرض لأول مرة. يبقى هنا شخص اتعرض لأول مرة. هنا كمية الانتيجين هي كمية الانتيبوديز. مين بيمثل الانتيجين؟ طبعا ايه هنا اكس ده بيمثل الانتيجين وواي بيمثل الانتيبوديز، لان الانتيبوديز هنا ابتدت تطلع بعد ما الانتيجين ظهر، وهنا بيقل الانتيجين بعد ما بيطلع ايه الانتيبوديز. اول ما الانتيبوديز بتطلع بيروح يقل الانتيجين، لان قلنا الانتيبوديز بتحارب الايه الميكروب ده وبتقضي عليه. What are responsible cells for decreasing؟ مين اللي بيقلل كميه الانتيبوديز هنا؟ طبعا التي سبريسور.
قلنا بعد يوم 25 بعد ما قضينا على الانتيجين خلاص وسبب المرض، تبتدي تطلع التي سبريسور توقف البي بلازما سيلز ان هي تطلع الانتي بوديز. The opposite table illustrate the immune response of three taxonomically different organisms. ايه اللي نقدر نستنتجه؟ organism 1 عدد الانتي بوديز قبل الانفكشن 0 اثناء الانفكشن 0 بعد الانفكشن 0. هنا رقم 2 قبل الانفكشن 0 بعد اثناء الانفكشن 50 بعد الانفكشن 20. هنا 0 اثناء الانفكشن 70 بعد الانفكشن 64. تستنتج ايه من هنا؟ ان 1 from invertebrates، ليه؟ لانه مش بيقدر يطلع انتي بوديز، لكن 2 و 3 من البرتبريتس عشان بيقدروا ينتجوا produce antibodies اثناء الانفكشن. The opposite graph illustrates the concentration of antibodies in the blood of a person who exposed to a bacterial infection. يبقى دي كمية الانتي بوديز الشخص اتعرض لبكتيريا. Which immune cell doesn't participate in this person؟ هنا الانفكشن كمية الانتي بوديز، هنا بكتيريا. الناتشرال كيلر، ليه؟ لأن الناتشرال كيلر متخصصة في مهاجمة الخلايا اللي هي infected with the virus and the cancer cells and destroy them by the enzymes that they secrete، لكن ملهاش دعوة بالبكتيريا. The two following graph show the amount of bacteria and the concentration of antibodies in the blood of two people infected with the same type of bacteria. شخص اتعرض لنفس الإصابة. ده الانفكشن، ده الشخص الأولاني، دي البكتيريا ودي الانتيبوديز. هنا الانتيبوديز، هنا البكتيريا اهو، هنا الانتيبوديز. Whom person is infected by، مين اللي اتعرض للإصابة بنفس البكتيريا قبل كده؟ أكيد اللي كمية الانتيبوديز أكتر، يبقى الشخص الأولاني. ايه نوع الليمفوسايتس المسؤولة عن الإميون ريسبونس في الفيرست بيرسون؟ يبقى ده شخص اتعرض قبل كده، يبقى سكند الإميون ريسبونس المسؤول هي الميموري سيلز. دوز سيمتومز، هل الأعراض بتظهر في الأولاني ولا التاني؟ بتظهر في التاني، لأن الأولاني سكند الإميون ريسبونس مش بتظهر أعراض المرض. نراجع كده مقارنة بينهم بسرعة. هنا البرايمري إميون ريسبونس كمية الأنتي بوديز قليلة، زي السكند إميون ريسبونس كميتها كبيرة. البرايمري إميون ريسبونس بتبقى سلو نيو باثوجين، البي أو سي بي أو تي هي المسؤولة عنها، تبقى فيها ظهور الأعراض. هنا السكندري إميون ريسبونس، الريسبونس اللي نفس الباثوجين اللي انفكتد بيه قبل كده. الميموري سيل هي المسؤولة لأنها أصلا مخزنة معلومات عن الأنتيجين ده، فيري فاست ما بيبقاش فيه أعراض للمرض، بتنشط الميموري سيلز اللي أصلا اتكونت في البرايمري إميون ريسبونس. The opposite graph illustrates the study of two researchers on the immune status of two people infected with malaria disease. طيب هنا الشخص الأولاني كمية الأنتي بوديز والتاني أهو. How malaria infection can be identified؟ إزاي أتعرف على الملاريا infection؟ لما بتظهر الـ symptoms بتاعتها زي increase الـ temperature، الـ body temperature، الشيفر الرعشة، الـ heavy sweat، العرق الغزير. Which one of the two people will have the symptoms of malaria disease at first؟ Second person. ليه؟ لأن عنده هنا دي primary immune response بتبقى slow بطيئة، take from 5 to 10 days عشان نوصل للmaximum activity بتاعت ال B و T cells. طبعا كمية الانتيبوديز قليلة، لكن ده secondary immune response. How does this parasite reproduce؟ ازاي بيتكاثر؟ asexually، by شيزوجوني أو سكيزوجوني. In the middle of last November، في نص شهر نوفمبر، الساينس نجحوا ان هم يعملوا isolate of antibody from a patient with AIDS بسميه N6 that succeeded in resistance of في مقاومة قد ايه؟ 98% من حالات الايدز في الاختبارات المعملية. The science العلماء بيأملوا ان هم يحقنوا البيشنت عشان يحموهم ضد الفيروس ده مؤقتا. ايه نوع المناعة؟ مادام مناعة مؤقتة تبقى acquired short term، يبقى هنا في الحالة دي بديها serum، بتبقى short artificial short term passive immunity. Elderly people are exposed to the infection of influenza.
كبار السن بيتعرضوا للإصابة بالإنفلونزا نتيجة ضعف المناعة بتاعتهم، عشان كده بنديهم فاكسين يعني ميكروب في صورة ضعيفة أو ميتة عشان نزود المناعة بتاعتهم. اشرح كده. احنا عارفين إن الفاكسين ده عبارة عن أنتيجين able to stimulate immunity، بيحفز المناعة بس مش بيعمل مرض لأنه ضعيف أو ميت. في الباثوجينيك مايكروب في weak form، قلنا secreted بنقول لك عشان طبعا ما يأذيش فبديه في صورة ضعيفة أو ميتة، بيحفز البادي to produce antibodies against the microbe and form an acquired immunity against it. الاميونيتي بسميها artificial long term active immunity، تعتبر natural immunity وبتطلع لي antibodies. احنا قلنا اول مرة كأنه دخله في primary immune response تبتدي تتكون ضده memory cells، فلو جاله المرض ده تاني الميموري سيلز هتشتغل وتطلع انتي بوديز بكميه كبيره فتحارب الايه الميكروب ده. يبقى اذا الفاكسين بيوفر وقت طويل artificial long term active immunity.